كيف تلقت الكنيسة السوريانية الأخبار الخاصة بقرب ضربة عسكرية ضد سوريا؟ بالتأكيد هذا شيء يحزن، لأن على الذين بين أيديهم القوة أن يدركوا دوما أن الحرب قد يستطيع أن يبدأها الإنسان، يستطيع أن يبدأها الجنود والقادة العسكريون، لكنهم لا يستطيعون أن ينهوها. ولهذا التحكم بمثل حروب الشرق الأوسط صعب جدا، لأن ستأخذ سنين وسنين، وبذلك سوف يدفع الفقراء خاصة من أبناء الشعب ضريبة باهظة، وأيضا سوف تكلف الضربات، تكلف أيضا التي طبعا ليس لها سيطرة، تكلف ناس كثيرين سواء في الشرق أو في الغرب، تكلفهم يعني فينا نقول أن الضربة مثل هذه إذا مثلا أثرت على النفط، فالنفط سوف يؤثر عمليا وعالميا على جميع الشركات وعلى جميع العاملين في هذا، في سواء في قطاع النفط أو في الصناعة أو في الأعمال الأخرى، يؤثر عليهم وعلى الأشغال العامة، فهناك أزمة عالمية سوف يكون. هل في جديد بالنسبة لملف المطرانين المختطفين؟ ما زال المطرانان مختفيان ولا يعرف أحد عن الجهة الخاطفة، وكل جهة تتهم فشلت كل الجهود، وفشلت كل الجهود، ولا أحد يعلن رسمي، لم يعلن أحد رسميا عن ذلك. ماذا يريد من هذا الخطف؟ هل يريد مال؟ هم على قيد الحياة ولا؟ أو هو يريد تحقيق مآرب سياسية؟ ولكن بالتأكيد نحن كمسيحيين ننظر أن الخطف هو سياسي، والغاية منه هو تفريغ المسيحيين خاصة من مدينة حلب، و لأهداف تخدم بعض المصالح السياسيين ورسم خارطة جديدة في لسوريا وللشرق الأوسط. هل هم على قيد الحياة ولا مش معروف؟ نسأل الله أن يكونا على قيد الحياة وأن لا يمسهما أي ضرر، وأن يكون ذلك خطف مؤقت، ولكن حتى هذا الخطف المؤقت هو مؤذي نفسيا ومؤذي أيضا لجميع المؤمنين في كل العالم ولجميع الشرفاء والنبلاء الذين يدافعون عن حرية الإنسان من كل الأديان ومن كل الأثنيات. شكرا. التايتل بتاع نفتك كيف؟ المطران متروهم، مطران الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس في سوريا. شكرا.